دعم البيوت. الحقيقة خلينا نتكلم عن القرارات الهامة جدا اللي تم اتخاذها بخصوص طبعا بخصوص القرارات الأخيرة للسنة المالية 2022-2023 طبعا من خلال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي من خلالها طبعا أصدر قرارات هامة جدا وهو من أهمها طبعا في مصلحة المواطن المصري، زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه. ده طبعا غير قرارات كتيرة هامة جدا في خصوص طبعا المجال التعليمي. وهيكون معانا مداخلة من خلال الكاتبة الصحفية أستاذة نيفين شحاتة نائب رئيس تحرير الأهرام، وهنتكلم عن كل هذه القرارات وفي الآخر هي مصلحتها للمواطن المصري يقدر أن هو يعيش حياة كريمة وطبعا يقدر يتعلم ويكون عنده صحة بشكل جيد. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة نيفين. أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. برحب بحضرتك طبعا من خلال مداخلة طعم البيوت. والحقيقة نحن معانا خبر صار جدا وهو من أهم الأخبار، وهو زيادة الحد الأدنى للأجور للمواطن المصري ل 2000. الحقيقة القرار ده هام جدا وتم إعلانه امبارح من خلال طبعا الموازنة المالية للسنة المالية الجديدة. تعقيب حضرتك إيه على هذا القرار والقرار كمان التاني في زيادة عدد المعلمين كان في كمان زيادة لعدد المعلمين وهم 30,000 مدرس سنويا للعملية التعليمية طبعا، وده هيضيف بشكل كبير جدا للعملية التعليمية. تعقيب حضرتك ايه؟ الحقيقة امبارح كان في حزمة من القرارات الصائبة جدا اللي أسعدت المواطن المصري بصفة عامة وجموع المعلمين بصفة خاصة. طبعا مسألة الحد الأدنى للأجور انها تبقى 2700 ده إنجاز كبير جدا في الوقت الراهن، وده بيعكس يعني التطور والانتعاش اللي موجود في الاقتصاد المصري بصفة عامة. لو اتكلمنا على المدرسين وتعيين 30,000 معلم كل 5 سنوات بمجمل 150,000 معلم، طبعا ايضا هذه يعني خطوة مهمة جدا، لان احنا منذ سنوات لم نسمع عن تعيينات جديدة في اعضاء هيئة التدريس في المدارس، وطبعا ده كان عامل أزمة كبيرة جدا في المدارس، مسألة العجز في المعلمين، ويمكن كانت المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بتعاني من هذا الأمر. فمسألة أن السيد الرئيس يعلن هذا الموضوع في الوقت الراهن يعني خبر أسلق صدور جموع المعلمين وكافة العاملين في العملية التعليمية، خاصة كمان أن في بشائر خير، أن في تحسين أوضاع المعلمين المادية بإضافة حافز مادي أيضا لهم وأيضا حافز الجودة. كل هذه الأمور يعني أمور هامة جدا، وعلى مستوى التعليم العالي كمان الأساتذة اللي هم يعني غير متفرغين اللي كانوا بيعانوا من ظلم شديد في هذا الأمر، أيضا الرئيس حدد ليهم حافز يعني علشان مسألة تحسين الأحوال المادية. جميل. فكل هذه الأمور برضو مش عايزين ننسى يا أستاذة نيفين تخصيص مكافآت الامتياز لطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، طبعا للهدف منه برضو تقديم خدمة طبية أفضل. والحقيقة برضو القرار ده كان من القرارات المهمة جدا اللي تم إعلانها امبارح. هو الحقيقة الرئيس مهتم جدا بمسألة التعليم والصحة، وبيديهم يعني أولوياته الأولى في كافة المشاريع القومية وكافة الإنجازات التي تحدث على أرض مصر. وطبعا أبنائنا الطلاب والعاملين في العملية التعليمية والعاملين في الحقل التعليمي سواء التعليم الجامعي أو قبل الجامعي كلهم في رعاية الرئيس، وطبعا لما يخصص لهم كل هذه الامتيازات ده بيدل على يعني إحساس الرئيس بمسألة أهمية تحسين الأوضاع المادية والمعنوية ليهم، وأيضا بيعكس اهتمامه بمسألة التعليم وبناء الإنسان، لأن الأساس في التعليم هو والأساس في بناء شخصية الطالب هو بناء الإنسان. فده أمر هام جدا. والحقيقة أنا من امبارح وأنا بجل كافة ردود الأفعال حول هذا الموضوع، والحقيقة يعني أنا شايفة أن الناس مبسوطة جدا من هذا الأمر. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذة نيفين على المداخلة، وطبعا الرئيس دائما بيعمل على بناء الإنسان المصري وتوفير ليه حياة كريمة والاهتمام بينا في كافة المجالات. شكرا شكرا معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي. نروح لفاصل ونرجع. رجعنا لكم فقرة طعم البيوت، وموضوعنا الرئيسي النهاردة اللي بنتكلم فيه هو التربية الصحيحة. الحقيقة إن احنا يبقى عندنا أسرة أبناء المسؤولية بقت كبيرة شوية طبعا بسبب المتغيرات الكتيرة جدا اللي حوالينا، بسبب السوشيال ميديا، بسبب التكنولوجيا. فزي ما بنقول كده يعني مش
احنا بس اللي بقينا نربي اولادنا، بقى في مؤثرات كتيره جدا خارجيه بتاثر عليهم. ازاي ان انا اربي اولادي تربيه صحيحه؟ ازاي كمان عدد الابناء لما تبقى اسره مكونه من طفلين او ثلاثه بالكتير جدا، ازاي هيبقى الام والاب بيهتموا بيهم اهتمام كبير جدا؟ اكيد غير لما الاسره تبقى مكونه من 7 أو 8 أفراد، اكيد الاهتمام بيقل. ده طبعا يعني حتى لو الامكانيات الماديه على فكره موجوده ومتوفره، كمان الاهتمام من الوقت والاهتمام من المشاكل اللي بيعانوا منها الاطفال او التعليم او الاهتمام بالمواهب اكيد ما بيبقاش واحد. وده هيكون موضوع حلقتنا الرئيسي اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، وهيسعدنا ان يكون معانا في طعم البيوت دكتوره صفاء مختار، وهي مستشاره وباحثه انسانيه وعضو دائم بالاتحاد العربي للتنميه المستدامه والبيئيه التابع لجامعه الدول العربيه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، ومنورانا في طعم البيوت. منور لكم اسره البرنامج. خلينا كده في البداية خالص نتكلم عن مفهوم التربية الصحيحة. يمكن احنا دايما بنسمع مفهوم التربية الإيجابية، ولكن عند حضرتك رؤية مختلفة في ان لازم تكون التربية صحيحة، ليها قواعد صحيحة نقدر ننشئ بيها الأسرة المصرية. تعالي كده نبص على مبنى ماسبيرو. مبنى، صح؟ صحيح. إذن التربية أو الإنسان هو بناء. يعني انا مبنى ماسبيرو ده بقاله قد ايه؟ بقاله سنين قائم. جوه المبنى فيه كم من الاستوديوهات، الاستوديو ممكن يتصور فيه برنامج واثنين وثلاثه. اذا علشان اتكلم على ان انا هربي نشء وهربي طفل وتربيه سليمه وتربيه صحيحه، يبقى اكون عارف كويس قوي ان انا هعمل بناء. البناء ده محتاج ادوات، لازم اكون ملم بالادوات بتاعه بناء الانسان. ايه اهم الادوات اللي ممكن لكل ام واب علشان تنشئ اطفال اسوياء وتربيه تكون تربيتهم تربيه صحيحه؟ نمره واحد، الحوار. لازم يكون في حوار دائم ما بين الام وجوزها وما بين الام وابنائهم. يعني الحوار ده من اعظم الادوات الانسانيه اللي بتخلي الانسان يبقى فيه تواصل دائم لفهم الشخص اللي قدامه. مش احنا دايما نسمع مصطلح يقولك تكلم حتى اراك؟ لو احنا عودنا الطفل من الاول ان احنا نسمعه، نسمع وجهة نظره، نكون في منتهى الصدق والصراحة معاه، هيبقى عنده ثقة في نفسه، مش هيبقى عنده خوف، هيبقى عنده قدرة على التعبير، عنده القدرة انه يواجه اي مشكلة بتقابله وهو صغير. يقدر بقى يلجأ لأمه، يلجأ لوالده علشان يساعدوه في حل المشكلة دي. طيب هل التربية الصحيحة والتربية السوية لأطفالنا بيفرق في عدد الأسرة؟ يعني هل مثلا بمثال بسيط خالص، الأسرة المكونة من 4 أفراد، طفلين وأم وأب، هيكون نفس الاهتمام بالأم والأب من أسرة مثلا مكونة من 6 أطفال؟ فعايزين نتكلم برضو في النقطة دي بحيث ان احنا نوعي المواطن المصري بأهمية عدد الأسرة يكون بسيط من 2 لـ3، لان هنا بياخدوا اهتمام، بياخدوا رعاية في التعليم، بياخدوا رعاية صحية افضل. عايزين نبص المستقبل افضل لينا. فحياتك بتشوفي ده ازاي من حيث الاهتمام والتوجيه الصحيح في التربية؟ انا انصح اي شباب متزوج او اي 2 يعني مقبلين على الزواج ان هم يعني يصبروا شوية قبل ما يفكروا في فكرة الإنجاب. يفكروا هم عايزين يعني يجيبوا طفل ليه. طيب أنا هجيب طفل، طب يا ترى الطفل دوت أنا هربيه إزاي؟ يمكن أنا من زمان بقول إنه الفكرة في التربية هي مش فكرة إن أنا عايزة أطلع مستشار أو طبيب أو محامي أو قاضي، أنا عايزة أطلع إنسان سوي نفسيا، إنسان عنده القدرة إن هو يواجه التحديات اللي بتقابله. طيب حضرتك قلتي سؤال جميل جدا، عدد أفراد الأسرة أو الأبناء لما بيزيد العدد عن مثلا الطفلين أو طفل. تعالي نشوف التجربة بتاعت اليابان. اليابان بتحفز المجتمع أو بتحفز الأسرة اليابانية عندها إن هما ما يجيبوش أكتر من طفلين، واللي هيجيب أكتر من طفلين 3 أطفال بيتحمل تكلفة التعليم وتكلفة العلاج. إذن احنا لو بصينا على اسرة مكونة من فرد، تعالي نعمل مقارنة، اسرة عندها اخوات مثلا، صحيح. اسرة عندها طفل، الاخ التاني عنده 2، الاخت التالتة عندها مثلا 3، نصيب كل طفل من الاطفال دول هيتفاوت ويختلف في الاهتمام، في طريقة التغذية،
الهوايات بتاعته، لو بيحب يلعب رياضة هيقدر يروح نادي ويتدرب، لو بيحب مثلا يرسم مثلا أهله هيودوه مركز يتعلم الرسم. إذن قدرتي في احتواء مشاكل طفلي مع زيادة عدد الأطفال بتقل فرص التربية السليمة كل ما زاد عدد الأولاد. صحيح، الاهتمام نفسه أكيد هيقل، يعني حتى طبعاً. لو القدرة المادية موجودة، الاهتمام من الوقت ومن الحب ومن المشاعر، وزي ما حضرتك قلتي المواهب والجهد أكيد هيفرق. هي مشكلة موجودة في كتير جدا من بلدان العالم، ولكن الوعي بيها، إزاي إن أنا يبقى عندي وعي بيها، إزاي إن أنا أنشأ جيل طالع عارف أهمية الأسرة ومقدر جدا أهمية الأسرة، ولكن في نفس الوقت عارف العدد اللي المفروض هو هيقدر يتحكم فيه، هو هيقدر من خلاله ينشئ أسرة سوية من خلاله. دكتور، يمكن أصلا إحنا كنا بنتكلم عن المثال اللي حضرتك قلتي عليه، كتير جدا مننا بيشوفوا في الحقيقه، بيشوف قد ايه الاهتمام لما بيكون طفل او طفلين او ثلاثه بكتير، بيكون الاهتمام من الاسره، بيكون التعليم افضل، بيكون الصحه افضل. طيب ايه النصايح اللي احنا ممكن نقولها للمشاهد في موضوع زي ده، وايه اللي احنا ممكن يعني زي ما نقول برضو نوعي اللي ما عندوش الفكر ده، او اللي لسه شايف لا انا عايز اجيب اطفال كتير يبقوا سند ليا، انا عايز اجيب الولد لو هو عنده بنات. الحقيقه برضو شائعات كتيره جدا غلط متوارثه وبيمشوا عليها. أنا عايزة أقول لحضرتك أن معظم المشاكل اللي بتواجه أي أسرة أو بتواجه أي إنسان طوال رحلة حياته عدم الترتيب. يعني إيه عدم الترتيب؟ دماغه بتبقى مليانة كم من الملفات لا حصر لها، فما بيقدرش يركز في الحاجات الرئيسية والأساسية اللي في حياته. لو هو رب أسرة وعنده زوجة وأبناء وعنده دخل، لازم يحافظ على دخله بمستوى معين، عشان المستوى المعين ده هيواجه تحديات في المستقبل. صحيح. إذن الإنسان تتصح حياته مش مفروض كمان يخطط لوحده، يعني الأب والأم يخططوا يعملوا خطة، والخطة دي تبقى متغيرة، مفيش خطة ثابتة للتربية، الخطة بتتغير مع نشأة الطفل، مع السن، مع كمان المواهب والمشكلات الصحية اللي بتطرق على الطفل. يعني في طفل تلاقي بنيانه مثلا ضعيف، صحته مش مساعداه، وتبص تلاقي الأم والأب عايزينه يطلع سباح، يطلع لاعب كورة، فما بيحققش في التمرين الأرقام اللي الأب والأم عايزينها، يفضلوا يحبطوا الطفل بكلمات سيئة للغاية. يعني هي الفكرة كلها عايزة عقل، وعايزة ترتيب، وعايزة زي ما قلنا أنت بتعمل بناء، اللي بيعمل بناء دوت لازم يمسك من الأساس الأرض. صحيح. الأرض ممكن تكون صالحة وممكن تكون غير صالحة، طيب يبقى إزاي مش صالحة أعرف. احنا دلوقتي الحمد لله فضل ربنا، يمكن انا دايما زمان ما كانش في على ايامي قنوات ميديا ولا كان في نت علشان اقدر ادور على ابواب كتيره تساعدني في اي حاجه انا ببحث عنها. دلوقتي احنا عندنا ابواب كتيره جدا للبحث، كمان اصبح عندنا مستشارين وناس مهتمه بالتربيه. صحيح. مفيش مانع ان انا الجا لخب من استشار. حط لنفسك خطه في الاول، اعمل لنفسك تخطيط، دير كويس. الإدارة برضو مهمة قوي، الإدارة مش بس في مؤسسة، كل واحد فينا مؤسسة، حضرتك مؤسسة. صحيح. وأنا مؤسسة، والمصور مؤسسة. كيف ستدير هذه المؤسسة؟ بالعقل وبالتنظيم وبالترتيب. مفيش أحلى من كده نختم بيه طبعا، وفكرة إن كل واحد يخطط لمستقبله، كل واحد يعرف هو عايز إيه، ده بداية نجاح أي شيء. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور صفاء، حضرتك نورتينا في طعم بيوت، ولينا أكيد كمان لقاء تاني مع حضرتك. شكرا لحضرتك.